راديو الأهرام يقدم كلام أراجوز. كلام أراجوز مع ما يسمعين جوه الكدر. انت فين يا أرجز؟ وفين كلامك؟ مالك واقف بعيد كده ليه؟ يا ترى بتفكر في ايه وحاطط ايدك على بقك ليه؟ كلام حينا بين شفايفي، اقولها ولا اشيلها وامشي؟ بس دي شيله تقيله، اعمل ايه ما بايدي حيله؟ كل ده شغل اللسان، طنه جامح بالكلام. وانا اقولك بلاها كلمه في ايدي صوره هحطها وانا بعتذر عن البشاعة والألم، أعمل إيه ما بإيدي حيلة؟ أصل الشيلة تقيلة. إيه ده يا عم أرجز؟ ارجع وحط إيدك على بقك من جديد، وقبل النشر والجرح وكلمة الاعتذار تعالى هنقول النهاردة كلمتين باختصار بس وإحنا جوه الكدر. كدر؟ كدر إيه؟ أنا مش فاهم حاجة. كدر الصورة، ركز معايا يا ابو طرطور الوان، ده كدر الصورة كدر كبير جواه تفاصيل وحكاوي كتير، ناس بتهد وناس بتداوي، وجع واهمال، وفي اللي حمله يهد جبال. وانت وعينك لو كنت عايز تنفع غيرك كتر خيرك، اما ان كنت بتشتهي وجعي ولا الشهرة بكلمة وصورة استنى ثواني وحط نفسك جوه كدر الصورة. زمان قالوا في الأمثال لسانك حصانك إن صنت صانك وإن هنت هانك. لما الواحد يكون قاعد في أمان الله ويجي حصان جامح بفارس غشيم ولا لئيم يغير كيانك في ثواني، ده اسمه إيه؟ وفي اللي بهدف النصيحة يعمل فضيحة ويترسم في خطوته وكأنه حصان رابح وسط السباق، وفي اللي نشر صورة بالدم محفورة لميت تاهت حرمته بين الشير. لأ، عندك وحلمك علينا يا ابن الحلال. قبل ما تشتهي وجعي ووجعك بكلمة أو تصور فكر ثواني أو أنت معايا جوه الكدر، وقبل ما شغل اللسان اللي جامح بالكلام ما يجرح كياني فكر ثواني وانت معايا جوه الكدر، وقبل ما هوس التكنولوجيا يساعدك في نشر اخبار وصور لضحايا وانت قاعد بين حبايبك فكر ثواني جوه الكدر، وافتكر ان للميت حرمه والاهل الاحياء قلب بينبض دم على الفراق جوه الكدر. ها يا ابو طرطور الوان، فهمت يا ترى ولا نقول كمان؟ مين بيخبط؟ أرجز مش فاضي، أنا جوه الكدر. لسانك حصانك وعقلك أمانك، دي زلة لسانك توجع إنسان، وبدل ما نشتهي وجع بعض بكلمة وصورة شغل عقلك وحط نفسك جوه الكدر وكل ده كلام أرجوز. ما يسمعين.